رصيف نمرة خمسة والشارع زحام وساكت كلامنا ما لاقي كلام. هو مثقف مصري لا يمكن تصنيف نشاطه الأدبي والفني بسهولة لتنوعه الدائم بين تأليف الأفلام والمسلسلات وكتابة الأغاني ونظم الشعر، وكذلك انخراطه في العمل السياسي ومعارضة النظام الحالي كقيادي في التيار الشعبي وجبهة الإنقاذ. هو الدكتور مدحت العدل الذي ترك الطب الذي أنهى دراسته عام 1981 ليعمل مؤلفا للأغاني والأفلام ويبدأ مشوارا ناجحا للغاية مساهما في تشكيل كيان السينما والغناء المصريين في عقد التسعينات تحديدا، وذلك بتأليف العديد من الأفلام الناجحة والتي تركت بصمة في سينما الشباب، وشكل ثنائيا ناجحا مع المخرج الكبير خيري بشارة في أربعة أفلام مهمة هي آيس كريم في جليم لعمرو دياب عن قصة لمحمد المنسي أنديل، وأمريكا شيكابيكا لمحمد فؤاد، وحرب الفراولة لمحمود حميدة ويسرى، وقشر البندق لمحمود ياسين وحسين فهمي وحميد الشاعري. وكان للعدل دور أكبر في بدء ظاهرة سينما الشباب والكوميديا أواخر التسعينات عندما كتب فيلمي صعيدي في الجامعة الأمريكية وهمام في أمستردام لمحمد هنيدي، كما كان له السبق في كتابة وإنتاج أفلام الأكشن للشباب بفيلم مافيا لأحمد السقا عام 2002. لا حتاخده ولا كمله، ده العشق لو من قلب طالع العمر حتى نضحي بيه ونغني للفجر اللي راجع. وبعد الثورة برز الدور السياسي للعدل كأحد داعمي المرشح الرئاسي السابق حمدين صباحي وكعضو بجبهة الإنقاذ، وهو الآن أحد أبرز الكتاب الذين يشكلون جبهة لمواجهة أخوانة الثقافة المصرية احتجاجا على تولي علاء عبد العزيز حقيبة الثقافة والإجراءات التي قام بها مؤخرا. ويعود العدل للتلفزيون والسينما هذا العام للأول بمسلسل الداعية الذي يتناول قصة حب بين داعية إسلامي وعازفة كمان، وللشاشة الفضية بفيلم الراهب الذي يناقش مشاكل الشباب القبطي التي تدفع أحدهم للالتحاق بالكهنوت. إننا هنا على أرض مصر ولا يستطيع أحد أن يقيد حريتنا ويمحو إرادتنا، فإذا كانت إدارة الجامعة قد منعتنا من الاحتجاج على القمع والإرهاب ظلا منها أننا قد متنا، فليعلم الجميع أننا ما زلنا أحياء. ومين فينا ما تفرجش وما استمتعش وما تأثرش بأمريكا شيكابيكا وبحرب الفراولة وبإسماعيلية رايح جاي وبمافيا وبهمام في أمستردام وبأفلام كتيرة من كتابة وإبداع دكتور مدحت العدل؟ مين فينا ما استمتعش وما تعلمش وما تأثرش بالشوارع الخلفية وقصة حب ومسلسلين كانوا من خلال رمضان اللي فات واللي قبليه؟ ومين فينا ما استمتعش بأغنية محمد فؤاد يعني إيه كلمة وطن وما حلمش بالحلم الكبير الحلم العربي وهذا الأوبريت اللي حمل ألام كتيرة وأمال كتيرة مع مدحت العدل وكتير من فنانين المصريين والعرب؟ كل هذا الإنتاج الفني الغزير والمتميز هل من الممكن أن يتوقف أن يتأثر بالظروف السياسية والمشاكل السياسية والاقتصادية؟ طب هل من الممكن أن يتأخون وإيه دور مدحت العدل في مواجهة هذه الأخوانة وخطر الأخوانة سواء على الفنون على السينما على التلفزيون أو على الثقافة والمجتمع المصري بشكل عام؟ ده اللي هنناقش وهنتكلم فيه مع ضيفنا العزيز دكتور مدحت العدل. صباح الفل يا فندم. صباح الفل يا فندم. الأمور كتيرة والمشاكل كتير والتحديات كتير وإحباط كتير، بس طول الوقت مدحت العدل عنده ابتسامة متفائلة وعنده نظرة متفائلة لكتير من الأمور والقضايا، هل ما زلت محتفظ بهذا التفاؤل؟ طول الوقت وبيزيد على فكرة. يعني فلما استحكمت حلقاتها فرجت، وأنا شايف إن احنا الشعب ده ما حدش يقدر ينتصر عليه، لا هيقدروا يأخونه وجدان الشعب. الشعب هو المدافع الأول عن إبداعنا. احنا بنحتمي بالشعب اللي اثرنا فيه كفنانين ومبدعين واعلاميين وكتاب على مدار اكتر من 200 سنة من التنوير، من ايام من بعد محمد علي. تأكد ان احنا مقصرين فيه اكتر بكتير جدا من اي تطرف واي ظلامية واي تخلف واي جمود. الشعب
هو اللي هيحمينا وهيحمي ابداعنا. وطول الوقت تلاقي نور طالع من وسط الضلمة زي حركة تمرد. نفضل نيأس ونقول، مع ان انا شايف اليأس خيانة في حد ذاته، لكن بنحبط وده طبيعي. ففجأة تلاقي 5-6 شباب طالعين يروحوا عاملين حركة تمرد قلبين كل المعايير والمقاييس، ويقودوا حتى جبهة الإنقاذ بكل أعمارنا الكبيرة وكل تجربتنا الطويلة. الشباب ده ياخدنا زي ما عمل في 25 يناير. صحيح. فأنا واثق ومتفائل أن هذا الحال لن يدوم، والتغيير قادم، التغيير قادم إن شاء الله. ولكن في تحديات طبعاً، وفي عقبات، وفي صعاب كتيرة. ومؤخرا شاركت في مؤتمر المثقفين الأول لمواجهة الأخوانة واعتراض على تعيين وزير الثقافة الجديد. هل شايف بتعيين الوزير الجديد في خطر فعلا، في محاولة للأخوانة؟ محاولة وخطر نستطيع التغلب عليه. لكن أنا بمنتهى البساطة وقفت وقلت لهم، هل أنتم منتظرين من الدكتور هشام قنديل يعين من هو في قامة العقد؟ ما هو هشام قنديل هيعين على عبد العزيز. هذه هي القامات اللي موجودة عندهم، دي الخامة اللي بتحركوا من خلالها. فهم اللي عندهم مبدعين ولا عندهم حد بقامات كبيرة، فانت مش متوقع منه انه هيعين حد مهم. هو ده اللي انت مستنيه منه. بس ايه سبب اعتراضكم؟ هل لانه غير معروف بالنسبة لجموع المثقفين او للمصريين، ولا لتأكدكم مثلا انه منتمي للاخوان المسلمين على الاقل فكريا؟ اولا هو ليس من الوجوه الثقافية اللي لها نشاط ملحوظ في اي حاجة، لدرجة ان انا بعمل في السينما كشخص وكشركة وكعائلة بقالنا 25 سنة، عمرنا ما سمعنا عنه كمونتير. يعني أنا لما قالوا الاسم كلمت الدكتور محمد قلت له مين علاء عبد العزيز؟ قال لي ده مونتير. قلت له منتج إيه؟ فقال لي ما منتجش، هو بيدرس. يعني شخصية غير معروفة، ولك أن تتخيلي أنه يجلس في مكان ثروت عكاشة، يجلس في مكان فاروق حسني مع كل التحفظات. بس ممكن الناس يقولوا انه فاروق حسني استمر مدة 27 سنة، وقبل 27 سنة دول ما كانش معروف، وبالتالي يعني المثقفين سكتوا. المعرفة مش لازم اعرف حد عشان يبقى مهم. ما كناش نعرف ماركيز لغاية ما اترجم له كتاب ما يتعم من العزلة، فعرفنا من هو ماركيز. فعدم معرفة بحد لا يعني اهميته. فهو مجهول وليس له تأثير في الثقافة، وليس معروف كوجه ثقافي حتى في المنتديات اللي بنحضرها، وليس كل مسوغات تعيينه انه كتب مقالتين في جورنال الحرية والعدالة دافع بيهم عن الآراء وهاجم المثقفين فعينه وزير. لكن انا بقول، هي وزارة الثقافة بتعمل ايه اصلا؟ يعني دلوقتي يعني في 30 سنة اللي فاتوا حتى مش هقول لا بقى في قصور ثقافة بتتفرج عليها، ولا في بيعملوا مهرجان القاهرة السينمائي. وهذا المهرجان احنا قادرين ان احنا نعمله ونقومه بدون اللجوء اصلا لوزارة الثقافة. بل على العكس، السنة اللي فاتت كان في مجموعة من النقاد والفنانين المحترمين زي طارق الشناوي وزي هالة خليل وزي كتير كانوا عملوا المهرجان، وزارة الثقافة خدته منهم واتعمل المهرجان وكله. لكن احنا قادرين ان احنا نعمل المهرجان. المهرجان بيقوم على اكتافنا احنا، أكيد. مش على اكتاف وزارة الثقافة ما بتدفعوش حاجة. فاحنا متشكرين من وزارة الثقافة في وجود وزير الحالي، واحنا هنقوم بكل النشاطات احسن من وزارة الثقافة. طيب، وبالتأكيد السينما وحالها في مصر يعني مش خافي على اي حد، ويمكن كمان حتى مهرجان القاهرة السينمائي الدولي على الرغم من هذا التصميم وهذه الارادة الكبيرة والاصرار على انه يقام في معاده من قبل الاستاذة سهير عبد القادر والمعاونين ليها، ولكن حال السينما لا يضر عدو، لا يسر عدو ولا حبيب. الى اي حد السينما متأثرة من الظروف الحالية؟ وهل نقدر نقول انه خلاص يعني دمرت الصناعة؟ لا طبعا، يعني هي طبعا تأثرت زي ما مصر كلها تأثرت. ما دام النور بتقطع والسولار مش موجود والمرور واقف والحال كلها واقف طبيعي، والسياحة مش موجودة، يعني السينما تتأثر بكل ما تأثر به المجتمع. فالظروف الاجتماعية والسياسية والاقتصادية المتدهورة الكارثية اللي احنا عايشين فيها لابد ان السينما هتتأثر بيها. فاحنا اكيد متأثرين
بالشكل ده، والانتاج التلفزيوني برضه احنا اول مره ننتج مسلسل واحد، لكن ده الحال. وبنحاول يعني احنا بننتج لان احنا ورانا عائلات ورانا عمال ورانا ناس، لابد من صناعه كبيره جدا. على فكره صناعه الفن في مصر يتحرك من خلالها 5 مليون بني ادم. 5 مليون ده غير اسرهم؟ لا لا، بالاسر. بالاسر يعني 5 مليون بني ادم بيتحركوا في هذه الصناعه المهمه جدا على المستوى الاقتصادي ومستوى القوة الناعمة اللي مصر طبعا معروفه به في العالم العربي. فالسينما تاثرت، لكن انا مثلا من هنا بحيي مثلا عيله السبكي، رغم اختلافي في موضوعات بيقدموها، لكن يكفي ان السينما شغاله، ان في عاملين بيشتغلوا وهم بيقدموا بعض الاحيان افلام مش كويسه وبعض الاحيان بيقدموا افلام كويسه جدا، زي ساعه ونص، زي كباري. يعني الناس بتحاول تضخ دماء في السينما المصريه، ودي حاجه محترمه. بحيي الاستاذ سهير عبد القادر على فكره، لان هي تنتمي لوزاره الثقافه، بس هي الدينامو المحرك اصلا لمهرجان السينما. يعني الاستاذ سهير عبد القادر لو احنا قلنا لها تعالي انزل وزاره الثقافه هتعمل معانا المهرجان. فاحنا كوادر صناعه زي ما حضرتك قلتي عمرها 100 سنه، ما تقدريش فجاه يجوا شويه ناس ويقول لك وقف ده واعمل ده. واديك شايفه التلفزيون المصري اللي كنا بنفخر ان احنا ماشيين جنبه بقى حاله عامل ازاي، لكن في نفس الوقت اديك شايفه القنوات الخاصه بقت عامله ازاي، متشافه في كل حته. وانا كاتب على تويتر قبل ما اجي انا هطلع في البرنامج الفلاني، جاي لي رسائل من العالم كله بتفرجوا، ومن كل العالم العربي هنتفرج عليك. يعني في الاول الاعلام الخاص قام بما كان يجب ان يقوم به الاعلام العام بدرجه اكثر من الاحترافيه. فاحنا عاملين ايه؟ زي احنا مش هنموت، الشعب ده مش هيموت، الشعب ده هيفضل واقف بحضارته وبتاريخه وبالناس اللي ماتوا في سبيل ان تظل مصر وسطيه ولا تتغير هويتها. هنفضل موجودين. بس الناس مش هتزهق اطلاق، مش هتمل. ولا انا بدعو الناس من هنا الا يملوا والا ييأسوا وينزلوا يوم 30 يونيو. ارجوكم كل الناس اللي بتفرجوا علينا، محدش يقعد على الكنبه، محدش يطلع لنا واحنا ماشيين في المظاهرات باعلام من البلكونات وقول لنا ربنا معاكم، ربنا معانا كلنا، احنا مش مصريين وانتم من جنسيه تانية. انزلوا عشان تغيروا، عشان محدش يرجع يشتكي. النزول هيأثر في ايه؟ ده السؤال اللي بيطرحه كل الناس. النزول هيأثر كما أثر في 25 يناير لما نزل 4000 شاب. أنا ما نزلتش في الأول، ولادي نزلوا، كتير جدا مننا ما نزلوش، وكلنا كنا بنبص لهم إيه نازلين يعملوا إيه دول؟ بعد شوية لما اتضربوا بالنار اتكسفنا من روحنا ومن جيلنا. إذا كان هذا الشباب اللي عمره 18 سنة بيموت عشاننا، أولى بينا إن إحنا ننزل. فأنا بقول للناس هذا الكلام، أوعوا تيأسوا، ولازم تعرف ان انتوا قادرين على التغيير. وزي ما غيرتوا نظام قعد 30 سنه ب 4000 شاب نزلوا في الاول، انتوا تقدروا دلوقتي تنزلوا وتغيروا، وانتوا قوه لا يستهان بيها. وده السبب في الارتعاش والخوف والرعب ومحاوله تزييف حركه التمرد، وان هي بتعمل ان هي بتسوي. ومع ذلك انزلي الشارع، خشي محطه بنزين، اقعدي على قهوه، قبل كل الناس هتتجنن تمضي على استماره التمرد. صحيح، بس في نفس الوقت الناس بتسال هنمضي على استماره تمرد، طب هنعمل ايه في النهايه؟ ولو نزلنا يوم 30 ايه اللي هنعمله؟ هل هنقدر ان احنا نغير مثلا وندفع الرئيس للبدء في انتخابات او الدعوه لانتخابات رئاسيه مبكره؟ طيب لو دعينا لانتخابات رئاسيه مبكره هل عندنا بدائل؟ طول الوقت في بدائل. مش عايز اسمي فلان او علان، لكن انا عايز اقولك ان قبل حمله حمدين صباحي بشهرين ما كانش حد يعرف حمدين صباحي. الناس لما لمست صدق في حمدين صباحي لما طلع اتكلم جاب 5 مليون، ده غير التزوير. فطول الوقت احنا، مش عايز اقول ان اللي جاي حمدين ولا اللي جاي فلان ولا جاي علان، مصر طول عمرها هتلاقي فيها طالع واحد تلاقي جمال عبد الناصر. صحيح. مصر هتلاقي فلاحه ماشيه في الغيطان كده تبقى دي ام كلثوم. طب يعني ممكن يكون من اللي موجودين، من اللي طرحوا نفسهم قبل كده كمرشحين محتملين، او يعني شخصيه جديده تماما. حد جديد بس خالص. في ناس بيقولوا انه يجب من خاضوا تجربه الانتخابات الرئاسيه الاولى في مصر ان يكفوا عن الترشح بأنفسهم، وأن يظلوا بعيدا، يعني ينظروا يحمسوا الشباب، يوجهوا الشباب، ولكن ألا يدخلوا المعترك مرة تانية. والله طبعا هي حرية شخصية. إذا كنت تملك أنك تقدم أهلا وسهلا بيك والحكم للشعب، لكن أنا وجهة نظري أنا الشخصية، أنا رأيي أن لا يزيد سن رئيس جمهورية مصر القادم عن 50 سنة.
ألا يزيد عن 50 سنة. ألا يزيد عن 50 سنة، وتعالوا نتفرج على العالم اللي حوالينا، العالم الحقيقي يعني. هتلاقي الناس كلها 35 و40، واللي ماسك شركة قبل سنه كام سنة يستطيع التواصل مع العالم. وكانت المشكلة في المجلس العسكري أن هناك فجوة رهيبة بينه بأعماره بطريقة تفكيره بتواصله ومع شباب سنه 20 سنة. فهذه الفجوة هي اللي كانت مش باينة في الأول، في أول الثورة لما كنا بنقول الشعب والجيش إيد واحدة، لكن طريقة الحكم والفجوة اللي اتسعت قوي بانت بعد كده في أن دول مش راضين عن دول. يجب أن يكون رئيس الجمهورية من الناس وفي سن يستطيع التواصل مع العالم، وليس رجلا مريضا، وليس رجلا منحازا إلى جماعة، وليس رجلا مش عيب في الدكتور مرسي على فكرة أنه ما ينفعش رئيس جمهورية، لأن أنا ما ينفعش رئيس جمهورية وده مش عيب فيا، ولا حضرتك تنفع دكتورة، ولا هو ينفع أستاذ كلية الهندسة، لكنه لا يستطيع وغير قادر على القيام بمهام رئيس الجمهورية. فلو هو رجل وطني حقيقي، أنا رأيي أنه شايف الملايين اللي بترفض وجوده، يدعو الانتخابات الرئاسية مبكرة، وكده ينفي عن نفسه تهمة عبادة الذات أو عبادة الجماعة. طب ومن السياسة للسياسة، ولكن سياسة من خلال الشعر ومن خلال كلام دكتور مدحت العدل، هنسمع ايه؟ انا الاول هقولك التتر بتاع مسلسل الدعية، وبعدين في الاخر خالص هنهيلك بقصيدة قصيدة صادقة وموجعة. احنا شعب وانتو شعب. احنا شعب وانتو شعب. طيب طبعا عن مسلسل الدعية، هو المسلسل الجديد اللي هنشوفه بإذن الله خلال رمضان القادم، وموضوع مثير جدا للاهتمام. يعني الأساس فيه، البطل فيه هو داعية، واحد من الدعاء الجدد أو الدعاء الشباب، وتفاصيل كتير حوله. لفت نظري بس أنه فجأة كان في أكتر من مشروع بنفس الموضوع. تمام. يعني كان في مشروع لمولانا ابراهيم عيسى، وكان احمد عز المفترض انه يكون البطل في الدعاية، طبعا هاني سلامة وبسمة، وفي مشروع بشر مثلكم، بشر مثلكم، ولكن كان متوقف. عمرو سعد. عمرو سعد. هو إيه ده، هو ده طبيعي، لان انت يعني الفنان هو يرصد الواقع، واذا ما كانش عنده قدرة على التواصل مع الواقع وقراءة الظواهر يقعد في البيت. فالطبيعي ان احنا كلنا بنفكر في ظاهرة الدعاء اللي طلعوا. انا المسلسل ده في ذهني من 2 3 سنين. لكن لما زادت قوي القنوات اللي بتلعب على وتر التطرف والجمود والتخلف، واللي بتكفرنا كلنا وبتطلعنا كلنا مش مسلمين، فالموضوع زي ما لفت نظري، لفت نظر الاستاذ ابراهيم عيسى، لفت نظر اللي كاتب بشر مثلكم محمد عارف صلاح العزب، وانا عارف انه موهوب جدا، هو روائي الحقيقه يعني، انا قريت له روايات على فكره، بس هو حد موهوب برضو قوي. فطبيعي ان احنا كلنا بنشترك. انا على فكره ما كتبت الدعايه ما كنتش قريت مولانا، فلما عرفت طلبت الاستاذ ابراهيم عيسى، هو صديق طبعا، قلت له ابراهيم حصل كذا كذا كذا، وانا موضوعي بيقول كذا، فهو طلع موضوع مختلف، هو الشخصيه الرئيسيه فيه بس انه داعيه بس. فانا بتكلم على ولكن ده متماشي مع الشغف او الرغبه الكبيره اللي عند الناس ان هي تعرف اكتر، تخوض اكتر في تفاصيل حياه، فكر وتفكير الدعاء. طبعا الناس عايزه تعرف دول مين وطلعوا ليه. طلعوا عشان في فراغ، طلعوا عشان اختفت مؤسسه الازهر في سنين طويلة قبل الدكتور أحمد الطيب الذي أحترمه وأحبه، فاختفى دور الأزهر، فابتدت تظهر أشياء أخرى تكلم الناس. يعني في حاجات كتيرة جدا جدا سبب في وجود هؤلاء الدعاء، اللي أنا مش ضدهم كلهم يعني، في ناس منهم كويسين. أنا بحب الدكتور عمرو خالد بحبه دلوقتي أكتر من الأول، لأنه دلوقتي بقى بيخش في لحم المجتمع وبيعمل مشروعات مهمة تهم الناس، وانا رأيي ان دي وظيفة الدعاء. لكن ان انت طول الوقت تقعد تقول لي تكلمني في حاجات احنا كلنا عارفينها، وتتكلم مع انصاف مثقفين، وتبتدي تأثر على شبابهم وتحكي حكايات مش حقيقية عن اللي ماتت وهي بتعدي علشان ما كانتش لابسة حجاب، وحاجات خزعبلات من دي انا برفضها تماما، لان ده اسمه ضحك على الدين. عايز تكلم ناس عن الدين، كلمهم عن العداله، كلمهم عن الحريه، كلمهم عن ان الدين ثوره، الدين تمرد على وضع قائم، كلم الناس في ده. لكن تكلمهم في اشياء وتغيب الاشياء المهمه في الدين، هو ده اللي انا
برفضه. وده اللي انا بتكلم فيه عموما في مسلسل الدعايه. احنا في مفترق طرق بين التنوير والظلاميه وبين التجمد والتطور، مصر واقفه في النص. انتوا هتختاروا ايه يا شعب مصر؟ هذا هو موضوع المسلسل، من خلال قصه حب بين داعيه متطرف بيحرم اشياء كثيره من بينها المزيكا، ثم يقع في حب عازفه كمان في اوركسترا القاهره السيمفوني اللي هي بسمه، وكيف يغير الحب والفن من التركيبه الشخصيه لهذه الداعيه. والحب كان تيمة وأساس رئيسي في مسلسلات دكتور مدحت العدل الأخيرة، سواء قصة حب جمال سليمان وبسمة، وإخراج طبعا رائع لإيمان حداد، ومن خلال الشوارع الخلفية جمال سليمان وليلى علوي أيضا، وإخراج جمال عبد الحميد على ما أعتقد بالزبط. مخرجنا الكبير. ولكن السؤال، هل فعلا الحب من الممكن أن يجمع ما بين شيخ أو داعية يحرم الموسيقى ثم يقع في حب عازفة للفيولين وللموسيقى؟ سؤال وجيه، بس احنا حابين ان احنا نسمع كلمات التتر اللي هيعمله الاستاذ عمر خيرت، ولسه مش عارفين مين اللي هيغنيه. وعايز انوه، بما انك قلت المخرجين، فانا عايز انوه بمخرج هذا العمل هو محمد جمال العدل. يا سلام. من عائلة العدل، من عائلة العدل، ابن الاستاذ جمال. وانا مش عشان هو ابن اخويا، هو الناس هتفاجأ بمستوى احترافي عالي جدا ان شاء الله، ومخرج متمكن تماما رغم سنه، لكن هذا هو الجيل صحيح. الذي يقود المجتمع الآن، وهي دي الفكرة، ان احنا ندي الفرصة للجيل الجديد. انا بالزبط. لما قريت محمد العدل توقعت دكتور محمد العدل، لا لا قلت ساب الانتاج ودخل على الاخراج، ولكن محمد جمال العدل جيل الثاني ان شاء الله. طيب احنا هسمعك التتر ببساطة بيقول تتصوروا، عايز اقول للناس خدوا بالكم تتصوروا هيحصل ايه. بقول تتصوروا، لو طير ما بيطيرش او قلب ما يغنيش، او في الحياه نمشي من غير امل بيعيش، ايه احنا غير حريه وحنين لشمس وميه وذكرى لو منسيه من غيرها نبقى مفيش. تتصوروا لو يرسم الاطفال في الكراسات سكاكين، يصبح هنا الأوطان محبوس ورا الزنازين، تبقى الحياة مأساة، قلب البشر لو تاه معرفش شو أو الكره ما يخليش. تتصوروا لو كنا مش حاسين باللي احنا رايحين ليه، ولا نكون خايفين طب احنا عايشين ليه. امسك مصيرك خلاص، القوة هي الخلاص، والخوف يخلي الناس عجزة وما بتمشيش. الله الله، رائعة كالعادة دكتور مدحت العدل. احنا هنخرج لفاصل اعلاني، ومن بعده نستكمل حوارنا مع دكتور مدحت العدل، وكمان نشوف بعض من المشاهد من مسلسل الدعاية اللي هيكون بإذن الله في رمضان القادم، واللي هو بطولة هاني سلامة وبسمة.